ربيع ياسين اللي سبق له التسجيل ايضا في شباك وفاق سطيف. كابتن ربيع اهلا بحضرتك. انا استاذ ابراهيم، ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ كله بفضل الله بخير، طمني يا اخبار. بالتوفيق. ربنا يخليك. طمني على منتخب الناشئين بتاعك الاول قبل ما نخش في الاهلي وسطيف. الحمد لله، انا شغال طبعا حد واتنين، بشوف عدد كبير جدا من اللعيبه، انتقاء يعني مهم جدا، وعندي معسكر من 28 10 ل 6 ان شاء الله 11، ده المعسكر الثاني. وشغال في الاتجاهين، الانتقاء والبناء، عشان نكسب وقتنا. تمام. لان انا باقي لي على السنه على 2018 شهرين. يبقى باقي لي 5 شهور، هيبقى فيهم على الاقل 4 أو 5 تجمعات بالكثير ان شاء الله تعالى. ده تحت 17 يا كابتن، مش كده؟ 17، احنا عندنا تصفيات بمشيئه الله تعالى شهر 5 2020. يعني بكره التصفيات، ما فيش وقت. صحيح. وقت قليل جدا. صحيح. وانا مطلوب يا استاذ ابراهيم صناعه ان شاء الله نجم كبير يقدر يواجه القوه، السرعه، المهاره. الجوانب كتيره جدا في عالم كره القدم. انت لها دايما وابدا، وانتقاءاتك واختياراتك ما شاء الله يعني دايما بتكون كفيله انك تعمل فرقه كويسه باذن الله. كله باذن الله، بنحاول والله المستعان، وكل خير ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا بقى في الجزائر، انت سجلت في وفاء سطيف قبل كده. سجلنا، كنا طبعا في 88 88 اتغلبنا هناك 2-0 في سطيف. كنا طبعا لها ظروف الماتش ده، الترتان والظروف، وكان اداره فنيه جديده، مستر فايتسا، ومعاه اولاد جداد وفرقه جديده، انما في مصر قدرنا ان احنا نتعادل 2-2 وفي ضربات الجزاء نخرج. سجلت انا هدف الاول بدماغي، يعني ابراهيم حسن اول طويل، ودخلت انا في ستيكس يارد، رحت حاطه على شمال الحارس. دايما وابدا ماتشاتنا في الجزائر فيها مشكلتين، فيها الترتان وفيها المدرجات، مش كده؟ فعلا، لكن المره دي الظروف تختلف، الظروف تختلف للاحسن للافضل للفنيات. انا دايما بقيس النتائج ان شاء الله بتوفيق الله سبحانه، ثم الفنيات اللي موجوده، القدرات اللي عندنا. الظروف تختلف تماما، احنا الاحسن، احنا الافضل، احنا الاقدر، احنا الخبرات. دي حقيقه. الوصفه الفنيه من وجهه نظري، او اللعيبه اللي موجوده مع الجهاز، مع الجيل ده، قادر بمشيئه الله تعالى ان يعدي الماتش ده على خير، لان ان شاء الله احنا بالمقياس الفني خلال ال 90 دقيقه بتاع الماتش الاولاني يا استاذ ابراهيم افضل كتير، ممكن نطلع 5 و6. بالظبط، دي حقيقه. طيب، فالسطيف الجزائري الكتاب مفتوح قدام المدير الفني الجيد، برضه الناس برضه مخلاق جيد، الفني جيد وعلى اعلى مستوى، ماشي كويس جدا. اللعيبه عندنا خبرات، خبرات كويسه جدا، خبرات فنيه، لعيبه تقدر بامر الله تعالى تحافظ على كل الجوانب اللي هيحافظها له المدير الفني، على مستوى الدفاع الفردي والجماعي، والمستوى الهجوم اللي دايما اللي على مستوى يعني اللي على الفردي والجماعي، اللي هو دايما قادر لعيبه النادي الاهلي في اي وقت تطوره من تلت لتلت لتلت بتروح بتسجل بيه الاهداف. النادي الاهلي قادر بمشيئه الله تعالى ان هو يسجل اهداف في الجزائر. احنا متعودين على الجزائر، النادي الاهلي بيلعب في وسط 120 الف هنا، اللعيبه متعوده تحت اي ضغط. كنا بنروح الترجي، بنروح مش عارف ايه في تونس، في المغرب، تحت اي ضغط جمهور او ملاعب، النادي الاهلي قادر انه باذن الله تعالى يعديها ويكسب بالخبرات والفنيات اللي موجوده بمشيئه الله تعالى. كابتن ربيع، وانت مدرب كبير، كارتيرون المفروض يبدا هادئ ولا هو اللي باغت؟ لا، احنا النادي الاهلي اعتقد ان انا يعني افرض سيطرتي باسلوبي انا وباسمي. ايوه. ككيان كبير جدا. ولا انا بلعب على البطوله صبرين. ايوه. انا بفضل الله تعالى ان النادي الاهلي، النادي الاهلي بمن حضر في اي مكان وفي اي موقعه. ايوه. الاهلي بيلعب على البطوله. فالطبيعي جدا اللي بيلعب على البطوله يباغت طبعا، وعنده شكل هجومي كبير جدا، وعنده شخصيه، ومعروف زي ما بيهاجم بيدافع، ده طبيعي جدا. ايوه. فالنادي الاهلي اعتقد ان المباغته الهجوميه مطلوبه عشان اقدر احجم الراجل ده طول الوقت واخوفه. وده اللي لازم يكون موجود، واعتقد انه بنسبه كبيره هيبقى موجود، زي ما الاهلي بيهاجم بيدافع، ودي شخصيته، شخصيه البطل بره جوه معروفه. طبعا اذا كان مع طبعا التوازن الدفاعي، الالتزام الدفاعي، التركيز الدفاعي، قله الاخطاء الدفاعيه في الثلث الامامي بتاعنا، اليقظه من خط الظهر والوسط وحارس المرمى، يعني انا من وجهه نظري الاهلي قادر بمشيئه الله تعالى، مع المدير الفني، مع اللعيبه، مع الالتزام، مع التركيز، مع الرغبه دايما والاصرار، النادي الاهلي قادر ان العقبه دي يعدي على خير بمشيئه. طبعا طبيعي يا استاذ ابراهيم، في طبعا حماس، وطول عمر الجزائر حماس،
جمهور. أيوه. طبعا في ارض ده طبيعي جدا، عامل الارض مهم جدا، كل ده يبقى في حسابات المدير الفني بتاع النادي الاهلي ان شاء الله تعالى. طيب الترتان تاثيره ايه؟ يعني ايه يعني الكره هتكون ايقاعها اسرع، اللعب التمركز هيكون اصعب، مش كده برضو؟ الترتان طبعا مختلف عن النجيل الطبيعي. الطبيعي مش كلام. طبعا الكره بتجري، الكره اسرع، الزحلقه ممكن الزحلقه على الارض تتعور. الترتان ده طبعا مش كلام. التحكم في الكوره، الشوط، الكورسات، الباصات، التمرير، انا اعتقد الحاجات دي كلها بامر الله تعالى. المفروض ان احنا برضو يبقى عندنا وقت ان احنا ناخد على الترتان شويه، تمرين او اثنين واكثر من تمرين عشان اللعيبه تاخد. واعتقد ان الخبرات مع التمرير على الملعب ده دور كبير جدا بمشيئه الله تعالى، ان اللعيبه تقدر تتعود على الترتان وتتحكم في الكوره وتقدم مباراه كويسه بمشيئه الله تعالى. عودة العناصر الأساسية، يعني بنشوف أكتر من حد رجع والحمد لله بدأ يشارك، فأنا أعتقد السفر بالقوة الكاملة يفيد كتير إن شاء الله. طبعا الخبرات اللي مطلوبة طبعا وعودة اللعيبة كبار في الكلام. الأهلي كان الله في العون، الأهلي بيلعب الفترة اللي فاتت صبرين بعدد كبير جدا مصاب، ما حصلتش أي نادي بيغيب عنده لاعب أو اثنين يقول لك يا ده أنا عندي إصابات. إنما الحدث الكبير جدا لأن النادي الأهلي لعبته طبعا وضغوط وقوة منافس وخشونة والتحام منافس وتركيز من المنافس، ده حاجات كتيرة جدا بتأثر، مفيش كلام في الإصابات وماتشات كتيرة وحاجات ضغوط كتيرة جدا، الله يكون في عون اللعيبة. لكن أكيد عودتهم يا أستاذ إبراهيم مكسب كبير جدا جدا، والعودة دي بأمر الله تعالى إن شاء الله اللي يبقى لها دور فعال في الروح والانسجام والتفاهم والترابط، فأكيد عودتهم طبعا جميلة، مع إن النادي الأهلي قادر بفضل الله تعالى زي ما قلنا دايما بمن حضر في أي مكان في أي موقعة، وكلهم طبعا يعني اسره كويسه واللعيبه بتحب النادي وتحب الكيان ويحبوا بعض، لعيبه ملتزمه، كل ده ان شاء الله يبقى له تاثير ايجابي كبير جدا خلال احداث المباراه باذن الله تعالى ان شاء الله. طيب نصايحك للعيبه ايه في التعامل مع الحضور الجماهيري الكبير والحماس ده يا كابتن؟ الثبات الانفعالي مهم جدا، التركيز مهم جدا، الالتزام مهم جدا. ماليش دعوه بالمدرج خالص. انا كنت لسه اقول لحضرتك استاذ من انا بص ما فيش خوف من وجهه نظري يعني، لان المدرسه مدرسه الاجيال المتتاليه مع بعض في تاريخ النادي الاهلي يقول لك يا صبري ان عمر ما كان لعيب في النادي الاهلي بينصت لمدرجات خارج بلده. تعمل تركز ويام احنا كنا في النهايات، يعني قصدي الاجيال في النهايات يعني مثلا نهايات في تونس، نهايات في المغرب، نهايات في الجزائر، والناس نهايات في كوتوكو في غانا، في افريقيا. اللاعب النادي الاهلي عارف دوره وعارف وظيفته وعارف مهامه. فما فيش خوف، اللعيبه تركيز، التزام، حب، عارفين ان الجيم يخلص في الملعب، هم دايما بيركزوا في الملعب وبينصتوا للمدير الفني اللي دايما بيديهم التعليمات عشان ينفذوها ويكسبوا بيها المباراه بمشيئه الله. اقدر اسال كابتن ربيع عن توقعه للنتيجه؟ ان شاء الله بمشيئه الله تعالى النادي الاهلي هيقدم كويس جدا، اداء كويس واداء قوي جدا فنيا على المستوى الفني ان شاء الله، وباذن الله هنعمل نتيجه ايجابيه بمشيئه الله تعالى ان شاء الله. الاهلي يفوز هناك باذن الله. بامر الله قادر ان شاء الله يرجع بنتيجه ايجابيه ان شاء الله ونتيجه كبيره بمشيئه الله تعالى. ان شاء الله، شكرا جزيلا لكابتن ربيع ياسين نجم مصر والنادي الاهلي السابق والمدير الفني لمنتخب الناشئين حاليا.